تعاقد فريق المغرب الفاسي مع المهاجم زكريا بالمعاشي قادما من النادي السالمي بموجب عقد يمتد لموسم ونصف في أولى صفقات الفريق الشتوية، ويعتبر بالمعاشي أحد أبناء مدرسة فريق الرجاء الرياضي، وجاور عدة فرق خلال مسيرته الرياضية منها شباب الريف الحسيمي على سبيل الإعارة، ثم النادي السالمي في أقسام الهواة حيث كان هداف الفريق وقاده نحو الصعود للقسم الثاني، مما دفع بالمدرب وليد الرجراجي إلى طلب ضمه لفريق الفتح الرباطي، حيث شارك رفقة الفتح في عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان حاضرا في مواجهة الدور الحاسم التي جمعت الفتح بالمغرب الفاسي آنذاك، إضافة إلى مشاركته رفقة الفتح في دوري أبطال العرب، ليعود بعدها للنادي السالمي موسم 2018-2019، حيث سجل 7 أهداف، منها هدف يعتبر الأسرع في تاريخ القسم الثاني، وكان في المركب الرياضي بفاس في مرمى فريق الوداد الرياضي الفاسي بعد مرور 25 ثانية. بالمعاشي سينضم بعد ذلك الاتحاد الخميسات الذي جاوره لمدة موسمين، سجل خلالها 14 هدف، منها هدف في مرمى المغرب الفاسي في ملعب الحسن الثاني، قبل أن يعود مجددا للنادي السالمي هذا الموسم، حيث خاض 12 لقاء منها 6 كأساسي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى، وكانت أهدافه في مرمى المغرب الفاسي، الفتح الرباطي، سريع واتزم والوداد الرياضي، بينما كان من وراء صنع 3 أهداف. هذه الأرقام التي تجعله ثالث أفضل لاعب من ناحية الفعالية الهجومية خلال مرحلة الذهاب. بالمعاشي ينضم للنمور الصفر بناء على طلب المدرب عبد الحي بن سلطان، على أمل أن يزيد من الفاعلية الهجومية للفريق الذي لم يسجل أهدافا كثيرة خلال مرحلة الذهاب.